السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الدكتور محمد جمال الدين من مجموعة الرواتب الدولية لشرح مادة الكيمياء العضوية لطلاب دبلوم الصيدلة. طيب، بداية كده لو عايزين نعرف يعني الكيمياء العضوية، إيه فكرتكم عن الكيمياء العضوية وإحنا بندرس فيها إيه؟ لو حد عنده فكرة عن الكيمياء العضوية. الكيمياء العضوية؟ يعني أنا مثلاً بستفيد من الكيمياء العضوية في حياتي إزاي؟ وخاصة تحديدا في علم الصيدلة، يعني أنا بستفاد بيها إزاي؟ طيب، بداية كده الكيمياء العضوية احنا عبارة عن مركبات موجودة عندنا في الطبيعة، تمام؟ المركبات دي هنلاقي ان هي بتحتوي على كربون واكسجين ونيتروجين وسلفر وهيدروجين، بتحتوي على عناصر كتير جدا، تمام؟ دي هي عبارة عن الكيمياء العضوية. هو مش بيدرس بس شكل المركبات دي وخلاص كده، لا، هو كمان بيدرس كمان التفاعلات الكيميائية بتاعة المركبات دي، تمام؟ وإزاي وآلية حدوث هذه التفاعلات الكيميائية، تفاعلات بتحصل بين مركبات بين بعضها البعض، فبيحصل ميكانيزم اسمه الميكانيزم اوف رياكشن، ازاي حصل التفاعل وازاي تكون المركب الجديد. دي كل دراسة الكيمياء العضوية. خلي بالكم ان الكيمياء العضوية كعلم هو علم يعني في غاية من التعقيد، علم معقد جدا، ان انت تقعد تصنع مركب كيميائي جديد مش كان موجود من مجموعة من المركبات اللي هم الرياكتنت، فالموضوع معقد لأن أنت بتقعد بتشتغل على الإيه الترايلز، تقعد تجرب مركب طلع معاك، طب المركب ده لازم أزود درجة الحرارة بتاعته، طب المركب ده كان محتاج يضاف له مادة معينة، فالموضوع في غاية من التعقيد، تمام؟ عشان كده الكيمياء العضوية هي يعتبر من أهم الفروع في علم الصيدلة. أنا كشخص صيدلي مطلوب مني إن أنا أصنع دواء جديد، أصنع مركب جديد. طب المركب ده لو كان موجود أصلاً في الطبيعة، موجود مثلاً في نبات أو موجود في حيوان، مطلوب مني إن أنا أعمل له استخلاص، تمام؟ وأعرف الشكل الكيميائي بتاعه وأصنع زيه. الموضوع كبير، تمام؟ فعشان انت تصنع مركب عضوي فالموضوع ايه؟ الموضوع بياخد وقت وبيبقى الموضوع مش سهل. فالكيمياء العضوية هي مدخل للصيدلي في تصنيع الأدوية. احنا عندنا في نوعين أساسيين من الكيمياء، في كيمياء اللي هي الأورجانيك كيمستري، الكيمياء العضوية، وفي كيمياء اسمها الكيمياء الصيدلانية اللي هي الفارماسيوتيكال كيمستري، او احيانا في بعض الجامعات بيقولوا عليها الميديسنال كيمستري اللي هي الكيمياء الطبيه او الكيمياء الدوائيه، كل دي مسميات واحده، تمام؟ الكيمياء دي بقى بتدرس ايه؟ يعني النوع الثاني من الكيمياء ده بيدرس ايه؟
بيدرس تصنيع الادويه، ازاي اقدر اعمل سينسز للادويه، بيدرس الفانكشنال جروب اللي موجوده. يعني انا مثلا لو عندي مركب دوائي مثلا في حلقه بنزين وفي او اتش، بيدرس الاو اتش دي دورها ايه في البايندنج، في ارتباطها مع الريسبتور جوه الجسم. تمام؟ يدرس مثلا احنا لو عندنا مجموعه اسيتايل جروب هنا، لو احنا عندنا مجموعه اسيتايل جروب هنا هنستفاد ايه؟ المركب ايه اللي هيتضاف له جديد؟ فده فكره الايه؟ دي فكره الكيمياء البطنيه. اما الكيمياء العضويه وظيفتها انها تشرح لي التفاعل ده حصل ليه وحصل ازاي. تمام؟ فالكيمياء العضويه برضو اساسيه ان انت تفهم الكيمياء الصيدلانيه. احنا عندنا طبعا حاسه الشم عندنا بتقدر ان هي تتعرف على الاكل، صح؟ بتقدر تتعرف على الناس من ريحتهم. تمام؟ بتقدر كمان تتعرف على الاكل الفاسد او الهواء الملوث. وده بسبب ايه؟ قال لك الريحه دي هي عباره عن كيمياء عضويه. ليه؟ لان انت دلوقتي لما تتعرف على هواء ملوث، الهواء ده الهواء ده بيبقى فيه مواد اللي هي ايه؟ روائح، الاودرانت. تمام؟ الاودرانت دي بتكون ايه؟ فولاتايل، بتكون طياره، بتطير، بتبقى غازيه في درجه حراره الغرفه، فبالتالي بتروح لانفك فبتشمها. تمام؟ فالاودرانت دي عباره عن ايه؟ مركبات عضويه. تمام؟ طيب بعد كده عندنا ايه؟ عندنا ان الكيمياء العضويه احنا قلنا ان هي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على اكسجين. تمام؟ بتحتوي على نيتروجين، وبتحتوي على كربون، وبتحتوي على هيدروجين. بس اكتر يعني اكتر مكونين رئيسيين للمركب العضوي هو الكربون والايه؟ الكربون ومين؟ والهيدروجين. تمام؟ اكتر مركبين هم الايه؟ الكربون والهيدروجين. عندنا الكيمياء العضويه بتضم عائلات مهمه جدا، زي مثلا عيله الالكحولز. تمام؟ عيله الايثرز، الالدهايد، الكيتون، الكربوكسيليك اسيد، الاسترز، الامينز. بعرف يعني بعرف المركب العضوي ده الكحول منين؟ قال لك من شكله الكيميائي ومن اسمه. يعني مثلا لو لقيت مركب بينتهي بأول يبقى ده الكحول. تمام؟ الكحول اخره اول. تمام؟ الكحول. زي مثلا عندنا الايثانول، الايثانول ده عباره عن نوع من انواع الكحول، ولما اجي ابص على الشكل الكيميائي هلاقي عنده ايه؟ او اتش. تمام؟ والار دي هي عباره عن مجموعه الالكايل جروب. الكحول ده موجود فين؟ موجود في اللي هي الحاجات المخمره. تمام؟ زي مثلا النبيذ لما يتخمر او السكر لما يتخمر فبينتج ايه؟ بينتج الكحول. طيب بعد كده عندنا تاني حاجه الايثر. الايثر ده بعرفه ازاي؟ بتلاقي اكسجينه مربوطه بين مجموعتين الكايل، فتعرف ان ده ايثر. والايثر ده مثال عليه زي الداي ايثايل ايثر، وده بيستخدم في الانستيزيا يعني في عمليات التخدير. بس ده كان زمان، يعني الايثر ده ما عادش بيستخدم، هو كان زمان بيستخدم في التخدير. تمام؟ وبيستخدم كلابوراتوري سولفنت، يعني ان هو بيستخدم في المعامل بتاعه الايه؟ الكيمياء. الالدهايد، الالدهايد اخره ال، اخره ايه؟ ال. بعرفه ازاي؟ قال لك بتعرفه عن طريق ان انت بتلاقي سي اتش او في اخر المركب، ادي سي اتش او. تمام؟ زي مثلا الايثانال او الاسيتالدهايد، فيا اما تلاقي اخره ال يا اما تلاقي اخره الدهايد. تمام؟ وده موجود في الروائح، الروائح او البرفيمز، الحاجات دي كلها موجود فيها ايه؟ الدهايد. الكيتونز بعرفه ازاي؟ بتلاقي اخره اون. تمام؟ زي البروبانون او الاسيتون اخره ايه؟ اون، فتعرف ان ده عباره عن كيتون. طب بتعرفه ازاي برضو من الشكل الكيميائي بتاعه؟ بتلاقي مجموعه كربونايل اللي هي سي دبل بوند او،
وبينها مجموعتين الكاين، تمام؟ فتعرف ان ده ايه، كيتون. وده موجود فين بقى؟ اشهر حاجه موجود فيه ان هو موجود في الصيدليات اللي هو الاسيتون، عشان يبدا يشيل ايه، طلاء الاظافر، ماشي. عندي الكربوكسيليك اسيد، ده بتلاقي اخره اسيد، بتعرفه ازاي؟ بتلاقي اخر المركب سي او او اتش، ماشي، زي الاسيتيك اسيد اللي هو موجود في الخل. عندي الاستر، الاستر بعرفها ازاي؟ بتلاقي اخرها ايت، تمام، زي الميثايل اسيتيت، فدي تعرف ان دي استر. طب بعرفها من شكلها الكيميائي ازاي؟ بتلاقي سي او او ومجموعه الكايل. يعني انت في الكيتون بتلاقي سي دبل بوند او، تمام، وبينها مجموعتين الكايل، لكن الاستر بتزود اكسجينه قبل مجموعه الالكايل، تمام، ودي برضو بتستخدم في كسولفنت. الامينز بتعرفوا ازاي؟ بتعرفوا ان هو اخره ان اتش 2، زي مثلا الايثايل امين، وبيكون اخره ايه، امين، وده بنلاقيه في الروائح بتاعت السمك الايه، الفاسد، لما تلاقي السمك كده يعفن فبيطلع منه ريحه الايه، الايثايل امين، تمام. بعد كده بيقول لي ايه هي الاورجانيك كيمستري، احنا لسه معرفينها، قلنا ان الاورجانيك كيمستري ده عباره عن فرع من فروع الكيمياء اللي بيركز على الكربون، تمام، ما عدا ايه بقى، ما عدا الكربون مونوكسيد اللي هو او الاكسيد الكربون، او الكربون دايوكسيد اللي هو سي او 2، او الكربونيتس او الكربايدز. ليه بقى؟ قال لك دول عباره عن ان اورجانيك كومباوند، مركبات غير عضويه، تمام. اما الاورجانيك كومباوند بتلاقي ان الكربون موجود بقى معاه هيدروجين، وموجود معاه اكسجين، موجود في مركب كده، مركب معقد بيحتوي على كذا كربونه، تمام. قال لك ان على الرغم ان الاورجانيك كومباوند بتحتوي على عناصر قليله، الا ان الكربون اتوم بتمسك في بعضها وتعمل ملايين المركبات العضويه. بمعنى ايه؟ بمعنى انت دلوقتي عندك ايه؟ عندك كربونه ماسكه في كربونه، تمام؟ انت ممكن تشوف ان المركب العضوي بيحتوي على كربون وهيدروجين، يعني حاجات قليله، او سلفر او نيتروجين، تقول طب ازاي ملايين المركبات العضويه دي عندنا في الطبيعه؟ سؤال يدعو للايه؟ للتفكير. قال لك لأسباب كتير جدا، منها إيه؟ منها إن الكربون ممكن يمسك في كربونز كتير ويعمل برانش، يعمل فرع من الكربون كتير، زي مثلا المنظر ده، مثلا ممكن يعمل كربون ماسك في كربون ماسك في كربون، ويبقى الكربون مثلا ماسك هنا وماسك هنا، فعامل إيه، شكل زي برانش. او ممكن مثلا احنا عندنا زي ما درسنا في البايوكيمستري، عندنا حاجه اسمها سيس وترانس، ممكن الكربون يعمل حاجه زي الترانس، تمام، بالمنظر ده على حوالين الدبل بوند، او ممكن يعمل سيس زي كده، يعني الهيدروجينتين في نفس الاتجاه، او الهيدرو ده السيس، او ترانس الهيدروجين في عكس الاتجاه. ده غير اصلا الايزومرز، احنا عندنا المركبات العضويه مثلا ممكن تلاقي الار وممكن تلاقي الاس، تمام، او الدي والال اللي هو ديكسترو روتاتوري او ليفو روتاتوري. عندك كمان عائلات الكيمياء العضويه، في الدهايد وفي كيتونز وفي الالكحولز، تمام، ده غير الفانكشنال جروب الكتيره اللي هي موجوده، مثلا في او اتش، ماشي، في سي دبل بوند او اللي هو الكيتون. فكل ده بيخلي او بينتج ملايين من المركبات العضويه، تمام. يعني مش مقتصر، على عكس مثلا انت لسه بتقول لي ما عدا الكربونيت، الكربونيت دي عباره عن ايه؟ عباره عن سي او 3، ده الكربونيت، فحاجه بسيطه، تمام؟ فدي ما تقدرش لا تعمل برانش ولا تدخل في ولا ان هي مثلا تبقى ليها ايزومرز ولا الكلام ده. فعشان كده المركب العضوي
بيبقى ليه خصائص كتير جدا. طيب الكيمستري اوف لايف، طبعا الحياه بتاعتنا عباره عن ايه؟ كلها كيمياء عضويه، والكيمياء العضويه بتاعت الحياه بتاعتنا تعقيدها بسبب ان هي بتكون لارج اورجانيك موليكيولز. ليه؟ الخليه اللي عندنا بتلاقي فيها ايه؟ زي ما احنا درسنا في الكيمياء الحيويه، فيها بروتينات وفيها انزيم، تمام؟ وفيها حاجات معقده، الدي ان ايه نفسه بتلاقي شكله معقد، شريطين حوالين بعض، وكل والاي ماسك في التي، والسي ماسك في الجي، وكل واحد ليهم شكل كيميائي مختلف عن التاني. فكل التعقيد ده وكل الكيمياء اللي موجوده في جسمنا دي هي عباره عن ايه؟ كيمياء، كل دي كيمياء، تمام؟ فعشان كده الكيمياء موجوده حتى داخل اجسام الكائنات الحيه، مش موجوده بس ان انا اصنع مركب في المعمل، لا ده موجوده جوه الايه؟ موجوده جوه جسمنا. طيب ايه الفرق ما بين الاورجانيك والان اورجانيك كومباوند؟ لو انت لاحظت انا كنت من شويه لسه قايل لك ايه؟ لسه قايل لك ان الكربونيت ده عباره عن ان اورجانيك. طب انا ايه اللي خلاه، ايه اللي خلى مثلا الكربونيت يتصنف على ان اورجانيك؟ في حين ان مركب زي الاسبرين اللي هو الساليسيليك اسيد بيتصنف على انه اورجانيك. قال لك اول اختلاف ان الاورجانيك كومباوند سهل ان هو يحصل له ديكومبوزيشن، يتكسر لسمبلر سبستانس باي هيتنج، يعني ممكن بدرجه الحراره البسيطه تكسره، تمام؟ على عكس الان اورجانيك كومباوند بياخد درجات حراره اعلى. عندي كمان الان اورجانيك كومباوند سهل ان انت تصنعه في المعمل، موضوع بسيط، على عكس الايه الاورجانيك كومباوند بيبقى تصنيعه في المعمل معقد، لانه بيكون اصلا المركب شكله كبير ويرعب، فانت مش سهل ان انت ايه تصنعه. ايه كمان؟ قال لك كمان المميز في الاورجانيك كومباوند ان هي تند تو بي مولكولار. يعني ايه تند تو بي مولكولار؟ قال لك يعني هي بتتكون من مولكيولز مربوطه مع بعض، مثلا بكوفيلنت بوند، بهيدروجين بوند، تمام؟ المولكيولز يعني مثلا مركب ماسك مع مركب تاني بكوفيلنت بوند، تمام؟ كمان بتتميز ان هي قال لك بتتكون من 6 نون ميتاليك إليمنت، اللي هم مثلا الكربون والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين والسلفر والايه والفوسفورس. كل المركبات، كل العناصر دي موجوده في الايه؟ في المركبات العضويه. طبعا المركبات العضويه موجوده في كل الحالات الثلاثه، اللي هم حالات صلد صلبه وليكويد وايه وجاز، صلب وسائل وايه وغاز. والسوليد تند تو هاف لو ميلتنج بوينت، بتسيح عند درجات حراره ايه قليله. كمان السولابيليتي ان ووتر، المركبات العضويه بتختلف في ذوبانها في الميه على حسب ايه؟ قال لك على حسب مين اللي ماسك في الكربون. يعني مثلا لو احنا شفنا مثال على الايه؟ على الميثانول، الميثانول ده هتلاقيه ان هو ايه؟ ميسيبل وذ ووتر، تمام؟ بيدوب في الميه. على عكس مركب زي الديكانول لما نيجي ندوبه في الميه هنلاقيه ان هو ايه؟ ما بيدوبش. في حد هيجي يسأل سؤال يقول لي اشمعنى يعني؟ اشمعنى الميثانول؟ واحد تاني هيقول لك لا ده المفروض الاثنين ايه؟ يدوبوا في الميه، ده الاثنين عندهم او اتش. قلت له تمام، يعني ممكن يعملوا هيدروجين بوند مع الميه. بس خلي بالك من معلومه مهمه جدا انت مش واخد بالك منها. بص هنا الكربون كام واحده؟ واحده. لكن هنا كام كربونه؟ 10 كربونات. عارف الفرق؟ فرق من سما من الارض. انت اي مركب عضوي، معلومه لازم تبقى على درايه بيها، كل ما بتزود عدد الكربون في المركب العضوي كل ما المركب العضوي ده هتبقى اللايبوفيليستي بتاعته عاليه، يعني المركب ده هيدوب في الدهون اكتر، فاحتماليه مزجه بالميه قليله، تمام؟ عشان كده يا شباب في مثلا بعض مثلا وليكن أدوية
زي مثلا عندنا دواء زي المورفين. المورفين ده لما بيعملوا له عمليه اسمها اسيتايليشن، هناخدها قدام، بيتحول لايه؟ بيتحول لهيروين. تمام؟ الهيروين ده بقى بيكون اللايبوفيليستي بتاعته عاليه. ليه؟ لاني اضاف له مجموعات اسيتايل جروب زودت اللايبوفيليستي بتاعته. فهي دي الفكره حتى في الادويه. يقول لك مثلا الدواء ده الدواء ده مثلا هنضيف له سي اتش 3 زياده فهنخليه مور لايبوفيليك، فبالتالي يدخل على المخ اكتر، لان هو المخ بيعدي الادويه اللي هي الايه اللي بتدوب في الدهون. فدي برضو نفس الفكره، انت عندك ده مس مع الميه، لان طبعا في كربونه واحده على عكس ده في 10 كربونات، فده خلاه ايه؟ خلاه بص في كربونات كتير، فخلاه ايه؟ لايبوفيليك، ما يدوبش في الميه. طيب كمان اللي بيخلي المركبات العضويه يونيك، حاجه كده فريده من نوعها، قال لك ان هي بتبدا ترتبط مع الذرات. تمام؟ زي مثلا الميثان. الميثان عندنا بيربط مع 4 هيدروجين، الايثان رابط مع هيدروجين ورابط مع كربون. تمام؟ ف قال لك ان الكربون ممكن ان هو يمسك في ايه؟ في اكتر من حاجه. ممكن مثلا الكربون ده يمسك مثلا مع سلفر، يمسك مع اكسجين زي مجموعه الكيتون او مجموعه الكربوكسيليك اسيد. فده اللي بيخلي المركبات العضويه ايه؟ يونيك، ان هي تقدر ايه؟ تعمل روابط مع اكتر من عنصر. تمام؟ كمان من اهم المميزات زي ما انا اتكلمت من شويه، قلت لك ان المركب العضوي ممكن يبقى موجود على هيئه سيس وترانس. تمام؟ يعني معناه ان هو ممكن يبقى ايه؟ ايزومر. تمام؟ ممكن كمان ان هو يعمل لونج تشين، زي مثلا الشكل ده كده، ان هو يعمل تشين سلسله، او ممكن يبقى برانشد. يعني مثلا بتلاقي المركب العضوي كده وتلاقي هنا في ايه؟ برانشات، مع عليها مجموعة، كل دي عليها مجموعة ميسايل. ميسايل تمام؟ فتلاقيه برانشد، فممكن يبقى ايه؟ لونج تشين او برانشد. كمان قال لك ان هو ممكن يعمل رينج، يعمل حلقات زي المنظر ده. يعني الكربون ممكن يقعد يمسك في 6 كربونات ماسكين في بعض عشان يعملوا حلقة زي المركب ده اللي هو البنزين. تمام؟ كمان قال لك ان الكربون ممكن ان هو يعمل سنجل بوند، كربون ماسك في كربون يعمل سنجل بوند، او يعمل دبل بوند زي الايثين، او يعمل تريبل بوند 3 روابط زي الايثاين. فكل ده بيخلي المركب العضوي ايه؟ مميز، لانه يعني متغير. طيب بعد كده ندخل على، احنا كده خلصنا يعني ايه كيمياء عضويه ويعني ايه مركبات عضويه، وخدنا انتو على الموضوع. تعالوا بعد كده نتعرف على الذرة، الأتوم. يعني إيه كلمة ذرة؟ حد فاكر كده من إعدادي أو ابتدائي، الذرة دي كانت بتتكون من إيه؟ أصغر وحدة. أه تمام. الذرة بتتكون من نيوكليوس، يعني بتتكون من نواة. تمام؟ آدي النيوكليوس، النواة دي الذرة. وبتتكون من إيه كمان؟ قال لك وبتتكون من إلكترونات. تمام؟ إلكترونات بتدور حوالين الذرة، فده اسمه الذرة. تمام؟ النيوكليوس بقى اللي هي النواة اللي هي في قلب الذرة بتتكون من إيه؟ قال لك بتتكون من عنصرين رئيسيين، بروتونز ونيترونز.
تمام، بروتونز ونيترونز، بروتونات وايه ونيترونات. البروتونز هي اللي بتحمل البوزيتيف تشارج اللي احنا شايفينها دي، والنيوترونز هي ما بتحملش شحنه، نيوترال انشارجد بارتكلز، اللي هي اللي هو الجزء الاحمر ده اسمه ايه؟ نيوترون. تمام، يبقى النيوكليوس عباره عن ايه؟ حاجتين اساسيين، مين ومين؟ البروتون اللي هي البوزيتيف تشارج، والايه؟ والنيوترونز اللي هي لا تحمل شحنه. طب انت عايز تفرق، يعني عايز ايه؟ تاخد كده حاجه زي تذكره، البروتون عليها بوزيتيف تشارج ولا لا؟ كلمه بروتونز ماشي بتبتدي بحرف البي، يبقى هي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على بوزيتيف تشارج بي بي، تمام؟ والنيوترونز بتبدا بحرف الان، يبقى هي الشارج بتاعتها نيوترال، يعني متعادله، او بمعنى اصح لا تحمل شحنه. تمام، حوالين النواه اللي هي فيها بروتونات ونيترونات بيدور الكترونات، والالكترونات دي بتحمل شحنه سالبه عكس الايه؟ البروتونز. البروتونز تحمل شحنه موجبه، اما الالكترونات بتحمل شحنه سالبه، وبتدور في مدارات حوالين النواه. تمام، بتقعد تلف حوالين النواه، فده الذره. يبقى الذره بشكل بسيط جدا هي عباره عن نواه والكترونات. النواه عباره عن جزئين، بروتونات ونيترونات. تمام، طيب دي حد مثلا يقول لك هل الذره مثلا يعني بالمنظر ده، يعني هل الذره دي عباره عن النيوترونات كده والالكترونات مثلا انت بتقول لي في مسارات؟ ليه بقى؟ لان ما فيش حاجه اسمها نواه ومثلا في الكترونات ماشيه كده مثلا، هتخبط في بعض صح؟ لكن سبحان الله الالكترونات بتدور في مدارات ومسارات معينة حوالين النواة، تمام؟ عشان يحصل استقرار للذرة، عشان الذرة تبقى مستقرة. شفت انت زي الايه؟ زي الشمس، تمام؟ وبيدور حواليها الكواكب. هل ينفع مثلا الكواكب تدور في اي مسار وخلاص؟ لا، بيبقى كل كوكب بيدور في المسار بتاعه. فنفس الايه؟ نفس الفكره. احنا عندنا النيوكليوس، تمام، وعندنا حاجه اسمها ايه؟ المسارات بتاعه الالكترونات، اللي هو بنقول عليها شيل. بنقول على المسارات دي ايه؟ شيل. الشيل دي بتبقى عباره عن مسارات بتختلف في الكوانتم نمبر وبتختلف في الانرجي. بمعنى ايه؟ بمعنى احنا عندنا اول مسار اللي هو المسار اللي جنب النواة، اللي هو كي، اللي هو عطارد، يعني عطارد بالنسبة للشمس اللي هو كي. تاني مسار اسمه ال، تالت مسار اسمه ام، رابع مسار اسمه ايه؟ ان. كل مسار بيحتوي على عدد من الالكترونات. يعني مثلا اول مسار اللي هو عطارد ده بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على 2 من الالكترونات. ثاني مسار مثلا بيحتوي على 8. ثالث مسار مثلا بيحتوي على 18. احنا بنتكلم بشكل مبدئي، تمام؟ لكن كل ذره مختلفه عن الثانيه في عدد الالكترونات اللي فيها، بس احنا بنتكلم بشكل ايه؟ عام، تمام؟ طيب، وكل بقى مسار مختلف في الطاقه عن المسار الثاني. يعني مثلا المسار اللي هو رقم 2 او الشله رقم 2 غير رقم ايه؟ 3. الاثنين مختلفين عن بعض في الطاقه. يعني مثلا هل الالكترون اللي هينزل من الشله رقم 3 هيبذل طاقه لما هو مثلا ينزل من رقم 3 يروح للشله رقم 2، هل هيبذل طاقه زي لما ينزل من الشله رقم 3 ويروح للشله رقم 1؟ اكيد لا، بيبذل طاقة هنا ايه؟ اكبر.
طيب بالنسبة بقى للشل، بالنسبة للإيه؟ للشل، إحنا عندنا أول اتشل، تمام؟ ده بيحتوي على حاجة اسمها أوربيتال. الأوربيتال ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن إن الإلكترونات متجمعة فيه. الإلكترونات لما بتتجمع بتتجمع في إيه؟ أوربيتالز، تمام؟ الفيرست اتشل الفيرست شيل اللي هو رقم واحد اللي هو كي، تمام، بيحتوي على الاس اوربيتال. ده شكل من اشكال الاوربيتالز، ده بيكون شكله، تمام، وده بيكون اقل في الانرجي، لور ان انرجي، على عكس الايه، على عكس الاوربيتالز اللي هي بتبقى ايه بعد كده، اللي هي في الشلات الثانيه. يعني السكند شيل بيحتوي على واحد من الاس وبيحتوي على 3 من البي. الاوربيتال بي ده يا شباب بيكون ده شكله، بيبقى شكله كده عامل زي الايه، زي الدمبل، تمام، زي الدمبل، ده اسمه شيل. دي شكل الشيل، احنا قلنا ان الالكترونات بتتجمع في ايه، في شيل، فده بقى شكل الشيل، ده شكل الايه، ده شكل الشيل. تمام، الشيل اللي هو رقم اللي هو شيل بي، اللي هو بي، البي اوربيتال ده بيحتوي على 3 اوربيتالات، تمام، واحد اسمه بي اكس وبي واي وبي زد. التلاتة زي بعض في الطاقة، بس الاختلاف بتاعهم بيكون في الايه، في الترتيب بتاعهم او في الاورينتيشن بتاعهم. يعني مثلا واحد شكله محطوط كده افقي، والتاني مثلا البي واي ده رأسي، والبي زد ايه، جاي بانجل شويه، تمام، جاي كده بزاويه، فده اسمه ايه، ده دي الاشكال بتاعت الاوربيتالز، تمام. طبعا خلي بالكم في النود مفيش هنا الكترون، يعني مثلا في الجزء اللي احنا شايفينه ده اللي هو ما بين التو دامبل دول مفيش هنا الكترون. الالكترون لما بتتجمع بتتجمع هنا او هنا، وبتكون الانرجي بتاعت البي اوربيتال اعلى من الاس اوربيتال، تمام. يبقى احنا قلنا ان الفيرست شيل بيحتوي على الاس اوربيتال بس، لكن السكند شيل اللي هو اللي تشيل رقم 2 بيحتوي على واحد من الاس اوربيتال وبيحتوي على 3 من البي اوربيتالز، تمام. طيب هنا بقى انت عمال تقول لي اوربيتال، طيب هل ازاي بقى الالكترونات بتشغل الاوربيتال؟ يعني الالكترونات لما بتتوزع في الاوربيتالز بتتوزع ازاي؟ قال لك اول حاجه الاوربيتالز اوف لوست انرجي في الفيرست. اول حاجه انت بتملى الالكترونات، بتملى مين؟ بتملى الاوربيتال اللي موجود باقل طاقه. حد كده يقول لي اللي هو اوربيتال ايه يعني؟ اللي هو انهي اوربيتال؟ انهي اوربيتال؟ اللي هو ليه اقل طاقة. مظبوط، الاوربيتال اس. يعني اول حاجة انت عندك في الشيل رقم واحد عندك اوربيتال اس واحد بس، تمام، في الشيل رقم اتنين عندك اوربيتال اس، وبعد كده 3 من الاوربيتال بي. لما الالكترونات تيجي بقى تتملي اول حاجة هتملاها الاوربيتال اس، ليه؟ لانه اقل في الطاقة، تمام، وبعد كده بقى تملى مين؟ الاوربيتال بي. طيب السؤال بقى، هي دلوقتي
لو اس، يعني انا عندي دلوقتي اس اهو، انت قلت لي الالكترونات مالت الاوربيتال اس. الالكترونات اللي مالت الاوربيتال اس كانوا ايه؟ كانوا 2 الكترونز. تمام؟ في حد هيقول لي ايه بقى؟ طب ال 2 الكترونز دول يعني مش ممكن هيلفوا مثلا حوالين، هيلفوا ازاي في قلب الاوربيتال الضيق اللي هو اس، اللي عامل زي الكوره ده اللي هو سفيريكال. قال لك لما بيجوا يلفوا بيلفوا ان اوبوزيت دايركشن، يعني مثلا في الكترون بيلف وليكن مع عقارب الساعه. تمام؟ والالكترون الثاني بيلف عكس عقارب الساعه. الحكمه من كده ايه؟ قال لك عشان يتولد ماجنتيك فيلد. لما يتولد مجال مغناطيسي التو الكترون هيفضلوا ثابتين في الاوربيتال، مش يكون الاتنين بيلفوا مع بعض. ما هو كلمه يلفوا مع بعض في نفس الاتجاه ده معناه ان ممكن يحصل تنافر بينهم. تمام؟ يحصل ان ما يعني ما فيش انجذاب بينهم، ممكن يقعوا في الاوربيتال. لكن لما واحد يلف في اتجاه وده يلف في اتجاه، عامل زي البطارية. البطارية دي انت بتوصل السلك مثلا بالموجب والسالب عشان ايه؟ تشتغل. مستحيل توصل موجب بموجب، فعشان تولد مجال مغناطيسي لازم الكترون يلف في اتجاه والالكترون اللي جنبه يلف في الاتجاه المعاكس عشان يتولد مجال مغناطيسي. تمام؟ طيب احنا دلوقتي مالينا يا باشا الاوربيتال مين؟ الاوربيتال اس. الاوربيتال اس اتملى باتنين الكترون وظبط نفسه. المفروض بعد كده ندخل على الاوربيتال اللي هو اعلى في الطاقه، صح؟ اللي هو الاوربيتال بي. احنا قلنا اوربيتال اس اتملى اهو. تعالى يا باشا ندخل على الاوربيتال بي اللي هو اعلى ايه؟ اعلى في الطاقه. تمام؟ طيب ادي الاوربيتال بي اللي هو اعلى في الطاقه. لما جينا نبص على الاوربيتال بي لقينا فاضي، هنملاه بقى بالالكترون. تمام؟ لقينا ان الاوربيتال بي، تمام، عباره عن ايه؟ عباره عن 3 اوربيتالز اللي هم بي اكس وبي زد وبي واي، كلهم ليهم نفس الانرجي ليفل، يعني كلهم اعتبرهم واحد. تمام؟ كلهم ليهم نفس الايه؟ ليهم نفس الانرجي ليفل. وبنقول عليهم ايه؟ بنقول عليهم ان دول عباره عن دي جنريت اوربيتالز. الاوربيتالز اللي ليها نفس الانرجي ليفل بنقول عليها دي جنريت اوربيتالز. قال لك احنا هنملى الاوربيتالز دي. تمام؟ بس هتتملي بايه؟ بالكترون واحد. طبعا هناخد امثله على ازاي الاوربيتالز بتتملي بالالكترونات دلوقتي. في بعد كده عندي حاجة اسمها الكترونيك كونفيجريشن. يعني ايه الكترونيك كونفيجريشن؟ انت عندك الكربون، الكربون عبارة عن الاتوميك نمبر بتاعها ايه؟ 6. تمام؟ لما نيجي نوزعها حوالين النواة بنوزعها ازاي؟ اول شل بيتملي باتنين الكترون. تمام؟ تاني شل هيتملي بايه؟ باربعة، لان اتنين واربعة ستة. تمام؟ فهيتملي بكام؟ باربعه. بس هل التوزيعه دي بتبقى بالمنظر البسيط اللي انت شايفه ده؟ قال لك لا. ده التوزيعه بتتم ازاي؟ بتتم بالمنظر ده. اول حاجه، اول شل عباره عن ايه؟ 1s. 1s ده عباره عن الشل رقم واحد اللي هو الكي. تمام؟ بقول عليه 1s لان هو الشل رقم واحد. ماشي؟ تاني شل عبارة عن ايه؟ زي ما احنا لسه شارحين، عبارة عن اس وعبارة عن 3 من البي اللي هو بي اكس وبي زد وبي واي. تمام؟ طيب طبعا الرقم ده معناه رقم الشل، يعني مثلا 2 بي معناه ان هو موجود في الشل رقم 2، و2 اس معناه ان هو موجود في الشل رقم ايه؟ 2، و1 اس معناه ان هو موجود في الشل رقم 1. احنا قلنا لسه قايلين ان الشل رقم 1 في اس واحدة بس، لكن الشل رقم 2 فيه اس وفيه 3 بي.
لما بقى الالكترونات اللي انت وزعتها دي بتتوزع بالمنظر ده، اللي هو المنظر الدقيق اللي هو بيوضح لك كل اوربيتال فيه كام الكترون. تعال يا باشا نوزعهم. هنوزعهم ازاي؟ اول حاجه الشيل رقم واحد فيه 2 الكترون، تمام، ادي 2 الكترون موجودين اهو. طب انت ليه يا دكتور حاططهم لي واحد سهمه لفوق وواحد سهمه لتحت؟ انا لسه قايل لك من شويه ايه؟ الالكترونات لما بتتحط في الاوربيتالز بتتحط ايه؟ ان اوبوزيت دايركشن، اتجاه معاكس. يعني لو في الكترون بيتحرك كده فالالكترون اللي جنبه بيتحرك في الاتجاه المعاكس بتاعه، فعشان كده بنحط سهم لفوق وسهم لتحت، تمام؟ طيب طيب الشيل بقى رقم 2 في 4 هيتملوا ازاي؟ تعالى نملاهم. الشيل رقم 2 في 4 الكترونات، قال لك اول حاجه بتملى الاس الاول، بتملاها ب2 الكترون. هتقول لي ليه بتملى الاس الاول؟ هقول لك لان دي اقل في الطاقه من البي، فبالتالي لازم تملى الاوربيتال اللي اقل في الطاقه الاول. ولما كلمه اقول لك بتملاه معناها ان انت بتحط فيه 2 الكترون، تمام؟ طيب احنا مالنا 2، يبقى كده عندي 2 وعندي 2 4، كده فاضل لي كام؟ 2. هحطهم فين؟ قال لك حطهم في الاوربيتال بي. حلو. طيب الاوربيتال بي يا دكتور محمد عباره عن ايه؟ عباره عن 3 اوربيتالز، صح؟ انت بتقول لي انت معاك 2 الكترون هيتوزعوا في الاوربيتال بي اللي هم 3 اوربيتال، هل ينفع اوزعهم كده؟ يعني احط الاثنين الكترون في اوربيتال واحد اللي هو مثلا بي اكس؟ قال لك لا، هتحط الكترون واحد بس. هتحط ايه؟ الكترون واحد بس في كل اوربيتال. يعني انت معاك 2، هتحط مثلا في اكس واحد وهتحط في واي واحد. لو معاك اتفاضى 3 الكترونات هتحط في زي اكس واحد وفي واي واحد وفي زد واحد. لازم البي تتملي بالكترونات فرديه. طب في حاجة بقى تانية مهمة جدا، ايه هي؟ افرض انت اتبقى معاك في الاوربيتال الاخير وليكن 5، وعايز توزعهم على اكس وعلى واي وعلى زد، اوزعهم ازاي؟ التوزيعة الجميلة بتاعتنا، كل اوربيتال هديله ايه؟ الكترون الاول، تمام؟ كل اوربيتال هديله الكترون عادي، يبقى كده 3 3. هيتفضل 2، هتحطهم فين؟ حط يا عم الاثنين اهو، مليت بيهم الاوربيتالات الثانيه. يبقى كل الفكره اللي عايزه تفهمها ان الاوربيتال بي لما بيجي يتملي بيتملي بايه؟ بالكترون واحد الاول، اتفاضى الكترون ثاني حطه جنبه، ما اتفاضاش خلاص. لكن الاس هو اللي بيتملي باثنين على طول، الاس ده لازم يتملي الاول قبل ما البي يتملي، تمام؟ ده بقى اسمه ايه؟ ده اسمه الالكترونيك كونفجوريشن. بيوضح لي ايه؟ قال لك بيوضح لي عدد الاوربيتالز اللي موجوده في الذره. انت عندك ذره الكربون، بيوضح لك كم اوربيتال فيها؟ ادي عندي 1 و2 و3. كمان بيوضح لك كام الكترون بيشغل كل اوربيتال. يعني قال لي ان الواحد اس فيها 2 الكترون، وقال لي ان ال2 اس فيها 2 الكترون، وقال لي ان ال2 بي فيها ايه؟ 2 الكترون. فده اسمه الايه؟ الالكترونيك كونفجريشن. طيب عندي بعد كده حاجه اسمها النوبل جازس. ايه هي النوبل جازس؟ كلمة نوبل جازس يعني الغازات النبيلة، تمام؟ يعني الغازات الايه؟ النبيلة. احنا عندنا في الجدول الدوري الحديث اللي خدناه في ابتدائي ولا في اعدادي، ده بيبقى منظره، تمام؟ عندنا في جروب اسمه الغازات النبيلة، ده عبارة عن مجموعة من العناصر في الجدول الدوري بتضم الهيليوم والنيون والأرجون. العناصر دي بتبقى عناصر انيرت، يعني عناصر خاملة نبيلة، تمام؟
عناصر وفية ما بتتفاعلش مع أي عنصر تاني، يعني هي في الرياكشن بتاعها صفر، مفيش خالص. طيب السؤال بقى، ما احنا لازم نسأل هي ليه، هي يعني هي ليه كده، هي ليه ما بتتفاعلش؟ قال لك لما نيجي نوزع الإلكترونات بتاعتها زي ما انت شايف في الهيليوم، بتلاقي المستوى الأخير بتاعها مليان بالإلكترونات. يعني مثلا الهيليوم المستوى الأخير بتاعه هو أصلا الهيليوم 2، فلما بيجي يتوزع بيتوزع في الشل رقم 1 وبيتوزع 2 إلكترون، تمام؟ فهو 2. والنيون قال لك المستوى الأخير بتاعه عبارة عن كام؟ 2 و 8. والأرجون عبارة عن كام؟ 2 و 2 8 برضه. فقال لك إن المستوى الطاقة الأخير ده اللي أنت شايفه ده مليان بالإلكترونات، فبالتالي ده بيخليها مور ستيبل، بيخليها مستقرة لدرجة إن هي ما تتفاعلش مع حاجة تانية. يعني مثلا هقول لك مثال، لو إحنا دلوقتي الغازات النبيلة دي عندنا لقينا مستوى الطاقة الأخير بتاعها فيها مثلا إيه؟ 2 إلكترون هنا واتنين إلكترون هنا واتنين إلكترون هنا، تمام؟ وإلكترون واحد هنا. عارف ساعتها أقول لك إيه؟ ساعتها أنا ممكن أقول لك حاجة جميلة جدا، هقول لك دي مش غازات نبيلة ولا حاجة. الغازات دي لو ممكن تتفاعل مع مركبات تانية. ليه؟ لأن مستوى الطاقة الأخير بتاعها المفروض الإلكترون زي الشباب لما بتيجي تتجمع بتتجمع اتنين اتنين، تمام؟ بتتجمع اتنينات، يعني هنا مثلا متجمعة اتنينات، متجمعة اتنينات، متجمعة اتنينات، ده واحد بس. فبالتالي ده ممكن يتفاعل عشان يبدأ يسرق إلكترون من أي عنصر ويتفاعل معاه، عشان يسرق منه إلكترون عشان يفضل الإيه؟ يفضل مستقر ويوصل لدرجة الإيه؟ الاستقرار بتاعته. انت لسه قايل لي ايه؟ لسه قايل لي ان الغازات النبيله الالكترونيك كونفيجريشن بتاع مستوى الطاقه الاخير بتاعها بيكون ايه؟ بيكون كامل، بيحتوي على 8 الكترونات، صح؟ فعملوا حاجه اسمها الاوكتت رول، اللي هي ان الالكترون يبقى موجود في الاوتر تشيل الكترون يبقى فيه 8 الكترونات. ايه القاعده دي؟ قال لك يا باشا انت عندك الميثان اهو، تمام؟ الميثان ده عباره عن سي اتش 4، لما يجي يعمل او لما نيجي نوزع الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه، ما هو المفروض ده كربون ماسك في 4 ايه؟ هيدروجين، صح؟ ادي 1 2 3 4. لما نيجي بقى نوزع الالكترونات حواليه، حوالين الكربون، بنوزعهم بالمنظر ده، ان مثلا 2 الكترونز هنا و2 الكترون هنا و2 الكترون هنا و2 الكترون هنا. ما الالكترون دي مكانها ايه؟ كانت روابط، صح؟ اتوزعوا بالمنظر ده ليه؟ اللي هم 8. قال لك اتوزعوا على اساس قاعده الاوكتت رول، كلمه اوكتت يعني 8. ليه؟ قال لك لان هم بيحاولوا يتشبهوا بالغازات النبيله، لان هم لو تشبهوا بالغازات النبيله هيوصلوا لحاله الاستقرار، هيبقوا ايه؟ مستقرين، تمام؟ بيبقوا في حالة استقرار. نفس الفكرة في الكلورين، الكلورين لما بنيجي نوزع الإلكترونات بتاعته بتبقى بالمنظر ده، 2 2 2 2، فبتبقى إيه؟ بتوصل إن الأوتر تشيل بيحتوي على 8 إلكترونات، فإيه؟ يعني قريبة من الإيه؟ من عدد الأوتر تشيل اللي موجود فيه الغازات الإيه؟ النبيلة، تمام؟ عندنا حاجة اسمها هايبريدزيشن، قبلها هناخد البوندنج. احنا طبعا لما الروابط بتبتدي تتكون بيبدأ يحصل ايه؟ بيبدأ ان الانرجي بتبدأ ان هي ايه؟ تفقد. يعني انت دلوقتي اكتسبت طاقة، انت دلوقتي اكتسبت طاقة، تمام؟ عشان تبدا تعمل ربطه. بعد كده خلاص بقى الانرجي يبدا يحصل لها ريليز، وبعد كده يبدا ايه؟ يبدا
المركب بتاعك يوصل لحالة الايه؟ الاستقرار. في قال لك ساعات بيكون في انرجي جاب ما بين ال 2S وال 2B، فده بيخلي الكربون ان هو يودي الكترون من ال 2S يوديه لل 2B. طبعا المعلومة مش متوضحة، صح؟ هي مش متوضحة. هتتوضح امتى؟ هتتوضح لما نشوف يعني ايه هايبريدزيشن. كلمة هايبريدزيشن معناها تهجين. يعني ايه تهجين؟ لما احنا كنا بنتكلم من شوية يا شباب، كنا بنقول ايه؟ ال2S لازم يتملي، وبعد كده ال2B اللي هو عبارة عن ثلاثة اوربيتالز ده هتملى الكترون في ايه؟ في كل اوربيتال، وخلصت على كده. تمام؟ تمام. قال لك بس في مشكلة. ايه هي؟ احنا عشان نعمل رابطة محتاجين ان الاوربيتالز تبقى مليانة عشان مش يحصل انرجي جاب، يبقى في زي ايه؟ زي فجوة في الطاقة بين الايه؟ الروابط والاوربيتالات. فكل اللي بيحصل ان ال2S ده بيودي الكترون وبيضحي بيه ويوديه لل2B، فده اللي اسمه هايبريدزيشن، يعني حصل تهجين. كل ده عشان المركب يوصل لحالة الايه؟ يوصل لحالة الاستقرار. تمام؟ فده اسمه ايه؟ اسمه التهجين. طيب التهجين ده عبارة عن ايه؟ التهجين ده عبارة عن انواع. في نوع اسمه اس بي 3، ونوع اسمه اس بي 2، ونوع اسمه اس بي. بمعنى ايه؟ بمعنى انت دلوقتي قلت لي الاوربيتال اس، تمام، هيتفاعل مع البي اكس والبي واي والبي زد. حلو كده؟ قال لك لو هو تفاعل، لو الاس عمل هايبريدزيشن، او بمعنى اصح ودى الكترون من بتوعه للاوربيتال بي اللي هو وهجن هجن الاوربيتالز دي، هجن اوربيتال بي اكس وبي واي وبي زد، فكده بيعمل اس بي 3. يعني بيعمل هجين بيتكون من اوربيتال اس متهجن مع 3 بي. لكن لو الاوربيتال اس اتهجن مع 2 من البي فهيعمل اس بي 2، لكن لو اتهجن مع بي واحده فهيعمل اس بي. هنوضح الكلام ده دلوقتي. عايزين نشوف كده احنا فاضل لنا. تمام. ناخد بريك كده، شكلكم تعبتوا، ونكمل بقية المحاضرة إن شاء الله. نكمل من أول هايبريدزيشن. ناخد 10 دقايق كده يا شباب، ونرجع تاني إن شاء الله.
السلام عليكم، معايا يا شباب؟ تمام. تعالوا نبتدي بأول مثال اللي هو نوع من الهايبرديزيشن. طيب، لو حد فاكر توزيعة الكربون، الكربون كنا بنوزعه ازاي؟ كنا بنقول 1s بعد كده 2s و2b، صح؟ كنا بنقول ان هو عبارة عن الاتوميك نمبر بتاعه 6، فاحنا هنحط 2 في 1s، لازم ال 1s يتميل الاول، صح؟ في اول تشيل. تمام؟ وبعد كده قلنا ان ال 2s هيتميل الاول لان هو اقل في الانرجي، فاحنا هنملاه بكمان 2 الكترون، كده يبقى كام؟ 4، فاضل لنا 2 من الستة، فهنحط في بي واحد وفي بي الثانية واحد. الحالة دي يا شباب اسمها الجراوند ستيت. تمام؟ حالة بتكون الحالة الطبيعية بتاعت الايه؟ بتاعت التوزيع الالكترونات. تمام؟ طيب، بيحصل بقى حاجة اسمها بروموشن اوف الكترون عشان يبدأ بقى يوصل المركب لحالة الاستقرار. تمام؟ لان احنا قلنا بيبقى فيه انرجي جاب ما بين المكان اللي فاضي ده اللي هو ما فيهوش الكترون ده، وما بين مين؟ وما بين الايه؟ وما بين التو اس، بيكون فيه انرجي جاب. ازاي بيكون فيه الاوربيتال اس واخد 2 الكترون وفي اوربيتال موجود في نفس الذره فاضي؟ الكلام ده ما يصحش، صح؟ فكل اللي بيحصل بروموشن اوف الكترون. بيجي الالكترون اللي بيكون موجود في ال2s بيبدا ينتقل ويروح لمين؟ لل2b. تمام؟ فالحاله دي بنقول عليها الاكسايتد ستيت، دي الحاله بقى الايه؟ المثاره. ساعتها ايه اللي بيحصل؟ قال لك بعد كده بيحصل حاجه اسمها ايه؟ هايبريدزيشن، يعني بيحصل تهجين، ان الاس لما بعتت الكترون للبي فتكون حاجه اسمها اس بي 3. يعني ادي الاس يا شباب، ده الالكترون بتاع ده الالكترون بتاع الاس، تمام؟ ودي الالكترونات بتاعت البي. طبعا هتقول لي ده مش بتاع البي، هقول لك اه هو ده كان جاي من الاس. يبقى الشل الاولاني اللي هو 1s موجود، لكن الشل رقم 2 قلنا عشان الفجوه بتاعت الطاقه الانرجي جاب اللي ما بينهم، فكل اللي حصل تهجين، الالكترون مشي من ال2s وراح للبي، فعمل 4 اوربيتال زي بعض، 4 اوربيتال زي بعض بالظبط، ليهم نفس الانرجي بالظبط، عبارة عن اس وبي 3. ادي ده الاس وادي البي 3. تمام؟ ده كل اللي حصل. الاس بي 3 ده بنقول عليه تترا هيدرال، يعني بيكون شكله رباعي، بيبقى بالمنظر ده، ما هو عبارة عن اس وادي بي 3. بس هل هو يا شباب بالمنظر ده؟ يعني هل هو اس وبي 3؟ قال لك لا، ده هو بيكون عبارة عن اس بي 3 هنا واس بي 3 هنا وهنا وهنا، ما حصل تهجين بقى، فعمل اوربيتالز، 4 اوربيتالز زي بعض بالظبط من النوع اس بي 3. طيب الاس بي انت شايف شكله عامل ازاي؟ شكله غريب، عامل زي المروحة، صح؟ الاس لوحده بيبقى شكله عامل كده سفيريكال، صح؟ عامل زي الكورة. والبي بيبقى شكله عامل زي الدمبل. فناتج التهجين الاتنين مع بعض عمل لك مروحة، عمل لك اوربيتال كده شكله اطول من الاس، ما الاس قصيرة صح وسفيريكال،
اطول من الاس بس اعرض من البي. البي كانت بتحس ان هي عامله زي الايه، رفيعه شويه، هو عامل لك حاجه ايه اعرض من البي، تمام، حاجه كده ايه عريضه. بص عامله العرض بتاعها عامل كده، بدل ما كان هي بتبقى عامله كده، لا هو عمل لك العرض بتاعها ايه تخين. فهو جمع بين الايه، بين الصفتين. الاوربيتال المهدن بيجمع بين الصفتين، بين صفه الاس وبين صفه البي. هتقول لي يا دكتور بنسبه كام لكام؟ هقول لك بنسبه 25% من صفه الاس و75% من صفه البي، تمام؟ فبيطلع لك تترا هيدرال. طيب تعالى بعد كده على اللي بعده. بعد كده في نفس الفكره، نفس الايه، نفس الفكره. ايه اللي حصل؟ انت قلت لي يا دكتور احنا هنوزع الكربون عادي، اللي هو اول شيل فيه 2 الكترون، وتاني شيل فيه 2 الكترون، وتالت شيل فيه ايه الكترون والكترون. قال لك ان الاوربيتال اس لما جه يتهجن هيتهجن ازاي؟ حصل بروموشن للايه؟ اول حاجه يحصل بروموشن للالكترون عشان الفجوه الانرجي جاب بينهم، فحصل بروموشن للالكترون واتنقل لفين؟ للاوربيتال رقم 3 اللي موجود فين؟ في البي، تمام؟ ده اللي حصل. قال لك لما جه يحصل التهجين حصل بين الاس وما بين تو اوربيتال من البي بس، فعمل لك ايه؟ اس بي 2. يعني ايه؟ يعني اوربيتال من الاس اتهجن مع 2 اوربيتال من البي، فعمل لك اس بي 2، على عكس اللي فاتت. اللي فاتت اللي حصل؟ قال لك ان الاوربيتال بتاع الاس اتهجن مع الثلاثه دول، فعمل لك اس وبي 3، تمام؟ لكن هنا لا، هنا اوربيتال من الاس اتهجن مع 2 من البي، فعمل لك اس بي 2. طب شكله عامل ازاي ده؟ قال لك شكله عامل كده، هو مروحه بس عامل زي الايه، بلانر. يعني ايه بلانر؟ يعني على مستوى واحد، يعني كل ده في ايه، في مستوى واحد، والزوايا ما بينهم بتكون 120 درجه، تمام؟ الزوايا ما بينهم بتكون كام؟ 120 درجه بين كل اوربيتال والايه والتاني. هتقول لي إيه النوع ده عباره عن ايه؟ هقول لك ده عباره عن اس بي 2، وده عباره عن اس بي 2، وده عباره عن اس ايه؟ بي 2، تمام؟ وبيبقى شكلهم ايه؟ بلانر، يعني شكل على مستوى واحد في نفس الايه؟ البلين. على عكس التاني، التاني كان بصوا عامل ازاي؟ التاني كان كده، التاني مش كان بلانر، كان في ان في مثلا اوربيتال منهم بيكون في مستوى، والتاني في مستوى، وده في مستوى، وده في مستوى، تمام؟ لكن الاوربيتال اللي هو الاس بي 2 لا، بيكونوا كلهم في ايه؟ في نفس المستوى، مستوى واحد على نفس البلين. لو حطيتهم على ورقة هتلاقي الثلاثة على نفس الورقة، مفيش واحد مثلا واقف لفوق والتاني نازل لتحت، لا كلهم على نفس الايه، الورقه، عامل زي المروحه فعلا. ده بقى شكل المروحه فعلا، المروحه بتبقى 3 ريش، تمام، وبتبقى في مستوى واحد، صح؟ فهو ده فعلا المروحه، ده اللي ينطبق عليه اللي هو البلانر هايبريدزيشن، ده فعلا اللي ينطبق عليه المروحه. طيب بعد كده النوع اللي هو اللينير هايبريدزيشن، نفس الفكره. قلت لي 1s فيه 2 الكترون، و2s فيه 2 الكترون، و2b فيه 2 الكترون، حصل بروموشن للالكترون، تمام، حصل بروموشن للالكترون من ال2s. ايه اللي حصل هنا؟ قال لك اللي حصل هنا ان ال2s بدل ما تتهجن مع الثلاثه زي اس بي 3، او بدل ما تتهجن مع الاثنين زي الاس بي 2، اتهجنت مع اوربيتال واحد بس، فعملت اس بي، يعني اوربيتال من الاس متهجن مع اوربيتال من البي، فعملت اس بي.
تمام؟ طب شكله بيكون عامل ازاي؟ قال لك بيكون 180 درجة، شكله بيكون لينير 180 درجة، تمام؟ لا بلانر ولا تتراهيدرون. طيب في بقى معلومة مهمة جدا، ايه هي؟ المعلومة بتقول هما الغلابة دول راحوا فين؟ يعني التو الكترون الغلابة دول عملوا ايه؟ قال لك التو الكترون اللي هما مالهمش اهل دول، اللي ما حصل لهمش هايبريدزيشن، بيكونوا باي بوند. بمعنى انت دلوقتي عندك الكربون ده كده، حلو، الكربون ده عبارة عن سيجما، الرابطة اللي هي الأحادية اسمها سيجما، تمام؟ أما الرابطة المزدوجة اسمها باي، يعني دي كده اسمها باي، دي كده اسمها باي، دي كده اسمها باي، يعني دي باي، تمام؟ ودي باي، اسمها باي، أو ممكن تكتبها كده باي، دي إيه؟ دي اسمها سيجما. قالك تعرف مركب اسمه أستيلين، اللي هو عبارة عن الألكاين، يعني اللي هو ده كربون تريبل بوند. اه انا سمعت عنه، ده اللي هو مركب الاستيلين ده اللي هو سي 2 اتش 2. قال لك اهو المركب ده عبارة عن لينير هايبريدزيشن. ازاي؟ زي ما انت شايف. قال لك اول رابطة اللي هي اسمها سيجما دي ناتجة من الهايبريدزيشن اللي هو حصل، اللي هو الاس بي، وتاني رابطة وتالت رابطة اسمهم الباي بوند، ودي اللي حصلت من التو الكترونز اللي مش حصل لهم هايبريدزيشن، فدول عملوا ايه؟ الباي بوند. نفس الفكرة بقى عايزك تركز معايا فيها في السلايد اللي فاتت، تعالى كده بقى نشوف السلايد اللي فاتت كانت بتقول ايه. البلانر المثال اللي عليها هيبقى ايه؟ يعني انت قلت لي مثال اللي هو الاستيلين، تمام؟ قلت لي ده مثال على اللينير هايبريدزيشن. طيب حد بقى يقول لي الاس بي 2 ممكن ايه المثال اللي ينفع عليها؟ هل الكان ولا الكين ولا القاين؟ حاسس ان في حد هيجاوب صح. اه شوف رفا جاوبت صح، القاين، تمام. ليه بقى؟ تعالى نشوف، ادي الكربون، كربون سنجل بوند صح، البوند دي اسمها سيجما، حلو. الباي بوند ده بقى عبارة عن ايه؟ اللي هم دول اللي هو الالكترون الوحيد اللي ما عملش اي هايبريدزيشن، فده اللي عمل ايه؟ الباي بوند. لما تيجي تسألني وتقول لي طيب السيجما دي عبارة عن ايه؟ دي اللي حصل لها هايبريدزيشن، اللي هو الاس بي 2، تمام؟ دي اللي حصل لها ايه؟ هايبريدزيشن. طيب بعد كده عندنا حاجة اسمها الكترو نيجاتيفيتي. يعني ايه الكترو نيجاتيفيتي؟ انتوا اكيد عارفينها، فعايز حد كده يكون فاكر الالكترونيجاتيفيتي ويشرحها لي بشكل بسيط. لو حد فاكرها يعني من ثانوي، يعني ايه اللي هي السالبيه الكهربيه، كنا واخدينها السالبيه الكهربيه. مقياس، مقياس ايه بقى؟ هي اول كلمة صح، هي مقياس فعلا.
على فكرة يا عائشة، أنت بتترجمي حرفي. حاسس كده إن أنت فاتحة جوجل ترجمة وبتترجمي حرفي. أقول حد يشرح. طيب بصوا يا شباب، كلمة السالبية الكهربية معناها ايه؟ الالكترونيجاتيفيتي معناها السالبية الكهربية، تمام؟ هي عبارة عن مقياس لميل الذرة ان هي تجذب الالكترون. بمعنى انا دلوقتي عندي ذرة، وليكن ذرة الاكسجين، تمام؟ الأكسجين بيقوم مثلا ساحب إلكترونات من الكربون مثلا، أنا عندي كربون، تمام؟ والكربون ده عنده إلكترونز موجودة فيه مثلا حواليه، جه الأكسجين سحب منه البوندنج بير أوف إلكترون. إحنا لسه متكلمين على موضوع الميثان، صح؟ الميثان عبارة عن C4، اللي هو C4 كده، صح؟ وقلنا يا شباب إن هو بيكون عنده إيه؟ إلكترون هنا و2 إلكترون هنا و2 إلكترون هنا و2 إلكترون هنا، صح؟ اللي هو الأوكتيت رول، ماشي. طيب الأكسجين بقى بتقدر إن هي تسرق الإلكترونات دي، تقدر إنها تسرقها. حد تاني ممكن يقول لي طب ما إحنا ممكن بدل ما نقول بتسرق الإلكترونات اللي هي البوندنج بير، ممكن نقول بتسرق الرابطة، صح؟ بتسرق الرابطة. كون ان هي تقدر تجذب الرابطة وتسحبها، ده معناها ان الاكسجين الكترونيجاتيف اتوم، تمام؟ يعني بتقدر ايه؟ تسحب. بتقدر ايه؟ تسحب الايه؟ الروابط. زي مثلا عندنا طبعا حاجه اسمها اللي هو السكيل، اسمه الباولينج سكيل، وده بيستخدموه عشان يحددوا المركب ده الكترونيجاتيف ولا لا. الباولينج سكيل ده بيبقى عباره عن سكيل، تمام؟ بيدي رقم اللي هو ايه؟ 4. از جيفن فاليو 4 للفلورين. احنا عندنا مثلا ارقام معينه، وليكن مثلا احنا عندنا النيتروجين والاكسجين، وبعد كده عندي الفلور والكلور والبروم والايودايد، تمام؟ الباولينج سكيل بيقول لك مثلا الفلور ليه رقم 4، الاكسجين 3.5، النيتروجين 3. كل ما بتزود الرقم بتاع الباولينج ده، كل ما يكون الذره مور الكترون نيجاتيف، تمام؟ يعني مثلا حد كده يقول لي في الباولينج سكيل ده مين اكتر ذره الكترون نيجاتيف، وبعد كده مين اقل منها؟ كل ما الرقم يزيد، كل ما الالكترونيجاتيفيتي ايه هتزيد. مين هنا مور الكترونيجاتيف؟ الفلور. طيب يا رفا، بعد الفلور مين بقى؟ يعني الفلور ده اعلى واحد عشان رقمه 4، بعد كده مين؟ عندنا الاكسجين، تمام، عندنا النيتروجين والكلور زي بعض، 3، تمام، ليهم نفس الايه؟ الالكترونيجاتيفيتي، تمام. الكربون بقى 2.5، عشان كده الاكسجين ممكن يبقى يسحب البوندنج بير من مين؟ من الكربون، والكربون يقدر يسحب من الهيدروجين. لو انتوا مثلا لو قدام ان شاء الله لما نيجي نبص على مثلا لو عندنا مثلا ميكانيزم في التفاعل الكيميائي، تلاقي مثلا الكربون والهيدروجين موجودين في قلب المركب، وتلاقي كده ايه يعني فجأة كده تلاقي الكربون قام ساحب الايه الرابطة من الهيدروجين، وبدأ وابتدى عليه ايه نيجاتيف شارج. سحب الرابطة ليه من الهيدروجين؟ لانه هو يقدر يعمل كده، هو مفتري ويقدر يعمل كده، لان هو على الباولينج سكيل ان هو
مور الكترونيجاتيف عن الهيدروجين، فيقدر يسحب منه الربط. وبرضه في نفس الفكره بتلاقي مثلا مجموعه الايه الكربونايل اللي هي موجوده في الكيتون، بتلاقي مثلا تلاقي الاكسجين عايز طمعان مثلا ان هو يعمل ايه، يسحب هيدروجين مثلا من اي مكان عشان يعمل تفاعل ويكون او اتش. بتلاقي عمل ايه؟ لا، عمل حركه غريبه جدا، بتلاقي مساحب الرابطه من الكربون، وكلمه سحب الرابطه يعني بقى عليه نيجاتيف تشارج، تمام؟ وبدا يسحب الهيدروجين عادي جدا عشان يعمل ايه؟ عشان يعمل او اتش، بدل ما هو كيتون بقى ايه؟ الكحول، تمام؟ فكون ان يعني لما انت تيجي تفهمها في الميكانيزم بتاع التفاعل، تيجي تبص تقول اه صح، الاكسجين سحب من الكربون عشان الاكسجين على الباولينج سكيل مور الكترونيجاتيف عن مين؟ عن الكربون، تمام؟ فعشان كده بنقول ايه؟ ان سحب الرابطه او سحب البوندنج بير اوف الكترون ده بسبب الايه؟ الالكترونيجاتيفيتي اعلى. طيب هل بقى في عوامل بتأثر على الالكترونيجاتيف؟ يعني مثلا ايه هي الحاجات اللي ممكن تأثر على ان المركب ده يبقى الالكترونيجاتيفيتي بتاعته عالية او قليلة؟ قالك في حاجتين، في عندي حاجة اسمها النيوكليير تشارج، تمام؟ وعندي حاجة اسمها الايه؟ الاتوميك سايز. النيوكليير تشارج، قال لك النيوكليير تشارج ده بيوضح لي عدد البوزيتيف تشارج اللي موجوده في النواه، بمعنى تاني بيوضح لي عدد البروتونات اللي موجوده في النواه، تمام؟ قال لك ان كل ما بتزيد عدد البروتونات او عدد البوزيتيف تشارج اللي موجوده في النواه، كل ما جذب النواه للالكترونات بيزيد. ليه؟ لان انت بتقول لي البوزيتيف تشارج زاد، تمام؟ فطبيعي ان يكون جذبها للالكترونات اللي عليها نيجاتيف تشارج تزيد، بوزيتيف مع نيجاتيف، صح؟ فبالتالي الجذب بيزيد، فبالتالي كل ما البوزيتيف تشارج تكون عاليه، كل ما الالكترونيجاتيفيتي تبقى ايه؟ عاليه. وده اللي لاحظوه في مين؟ في المركبات، في العناصر دي. الفلور أعلى من الأكسجين، أعلى من النيتروجين، تمام؟ لما نيجي بقى نشوف البوزيتيف تشارج بتاعت الفلور، هنلاقي إن هي أعلى من الأكسجين، أعلى من إيه؟ من النيتروجين، تمام؟ يعني اللي هو عدد البروتونات اللي موجودة في الفلور أعلى من الأكسجين، تمام؟ وأعلى من النيتروجين، فبالتالي الالكترونيجاتيفيتي كده اعلى، يعني الفلور اعلى من الاكسجين، اعلى من النيتروجين، اعلى من ايه؟ اعلى من الكربون. تاني حاجه الاتوميك سايز. الاتوميك ايه؟ الاتوميك سايز معناها حجم الذره. لما حجم الذره بيزيد، طبيعي قوه الجذب بتقل. يعني مثلا الذره دي ولا الذره دي كالكترونيجاتيفيتي اعلى، قال لك دي الالكترونيجاتيفيتي بتاعتها ايه؟ اعلى. ليه؟ قال لك دلوقتي انت عندك هنا النواه بتحتوي على بوزيتيف ايه؟ بوزيتيف تشارج، حلو؟ كون بقى ان هي حواليها مستويات كتير، وفي الكترون جاي معدي، الالكترون ده او الكترون من بره، كون ان هي عايزه تجذبه فالموضوع صعب. ليه؟ لان هي حجمها كبير على عكس اللي حجمها صغير، تمام؟ بتلاقي النواه كده متمركزه فيها، وتقدر انها تجذب اي ايه؟ اي الكترون معدي من بره، وتبدا تسحب الايه؟ تبدا تسحبه. فالافينيتي بتكون اعلى في الايه؟ في الذره اللي حجمها صغير. لما نيجي بقى نشوف مثلا في الجدول الدوري، هنلاقي الليثيوم، تمام؟ لما تيجي تنزل كده، والصوديوم والبوتاسيوم،
فبتلاقي كل ما بتنزل الاتوميك سايز بايه بيزيد، والاتوميك سايز لما بيزيد اللي بيحصل الالكترونيجاتيفيتي بتقل. يعني انت كده الالكترونيجاتيفيتي وانت ماشي عماله تقل. طب تعالى هنا الفلور حجم الذره بتاعه عامل ازاي؟ بصوا قد ايه الكلور اكبر، تمام، البروم اكبر منهم، الايودايد هتلاقي ان هو اكبر منهم، فده صغير كده وده كبير شويه وده كبير شويه وده ايه وده كبير. فعشان كده الفلور ايه مور الكترونيجاتيف، لان الاتوميك سايز بتاعتها ايه قليله. احنا كده عندنا تفسيرين للفلور ليه الالكترونيجاتيفيتي بتاعته عاليه. اول حاجه لان البوزيتيف تشارج او النيوكليير تشارج عنده عاليه، فبالتالي بيقدر يجذب الالكترونات للاوتر موست شيل، هو الاخر حاجه في اخر مسار من مسار الالكترونات، تمام. وتاني سبب ان الاتوميك سايز او حجم الذره بتاعه ايه صغير، فيقدر يجذب الالكترونات بكل سهوله. عشان كده لما نيجي مثلا نقول تفسير للفلور اعلى في الالكترونيجاتيفيتي عن الكلور، اعلى من البروم، اعلى من الايودايد، هتقول لي بسبب الاتوميك سايز. الاتوميك سايز بتاع الفلور اصغر من الكلور، اصغر من البروم، اصغر من الايودايد. فاحنا هنا عندنا حاجه ليها علاقه طرديه وحاجه ليها علاقه عكسيه. الاتوميك سايز كل ما بيزيد الالكترونيجاتيفيتي ايه بتقل. طب النيوكليير تشارج كل ما بيزيد الالكترونيجاتيفيتي ايه بتزيد. فدي معلومه مهمه جدا لازم ناخدها في الحسبان، تمام. يعني حاجات النوتس دي ممكن نزودها ايه على جنب بدل ما نقرا كل الكلام ده كله ونقعد نحفظ فيه، تمام. فاحنا نظبطها بالاسهم. اتوميك سايز معناها زايد يبقى ايه الكترونيجاتيفيتي اقل، نيوكلير تشارج زايد يبقى الالكترونيجاتيفيتي ايه اعلى، تمام. كده خلصنا المحاضرة بتاعتنا. أتمنى المحاضرة تكون بسيطة وسهلة. في معلومة مهمة جدا أنا نسيت أقولها لكم، الزاوية بتاعة الـ SB3 هتبقى 109.5، تمام. إحنا عندنا يا شباب الـ SB3 الزاوية بتاعته بتكون 109.5، تمام. الاس بي 2 بتكون 120، الاس بي بتكون 180 لانها ايه خطيه. المنظر ده يلخص لك الهايبريدزيشن بشكل بسيط، يعني بيقول لك ان الاس حصل لها تهجين مع 3 اوربيتال من البي فعملت اس بي 3، تمام. الاس لما عملت هايبريدزيشن مع 2 اوربيتال من البي عملت اس بي، عملت اس بي 2. الاس عملت هايبريدزيشن مع اوربيتال من البي 1 فعملت اس بي، تمام. وطبعا شكل الدرجات معروفه، يعني مثلا الاس بي 3 ده تترا هيدرال بيكون 109، تمام، ومش بيكون على نفس المستوى، على عكس الاس بي 2 بيكون 120 كل درجه 120، وبيكون تراي جونال بلانر. تراي جونال يعني شكل ثلاثي، اما تترا هيدرال يعني رباعي. الاس بي بقى بيكون 180 درجه لان هو لينير، تمام، شكله ايه شكله خطي. طيب حد مش في المحاضره قبل ما ندخل على الاسئله؟ طبعا انا عايز اقول لكم بس حاجه بسيطه جدا حابب انوه عليها. الداتا اللي انا نزلتها على الجروب هي ما فيهاش الاسئله، وفي حاجات زيادات انا بحطها، تمام، مش موجودة في الداتا. ليه؟ لأن الحاجات دي أنا بضيفها أثناء تحضير المحاضرة. مثلا في حاجة ببقى عايز أزودها بزودها، تمام. في أسئلة طبعا، يعني مثلا الأسئلة دي أنا مجهزها، وأسئلة المحاضرة التانية جاهزة موجودة في الإيه في الداتا. المحاضرة التالتة بجهز الأسئلة بتاعتها لما بجهز الإيه المحاضرة. فإن شاء الله لما الترم يخلص هبعت لكم الداتا دي، اللي هي الداتا اللي فيها الأسئلة واللي فيها الزيادات، بحيث لما تعرفوا تذاكروا منها
ايه؟ تذاكروا بالحاجات اللي هي متزوده فيها. تمام؟ تاني نقطه، طبعا محدش يخاف من اي كيميكال استراكشر خالص ان هو يجي في الامتحان. انا عندي كده معتقد ثابت ان الحاجات دي لا تفيد. الكيميكال استراكشر انا بستفاد منه في حاله واحده، ان انا مثلا اعرف المركب الكيميائي ده عامل ازاي. يعني مثلا المركب الكيميائي ده فيه مجموعه القايل ليه، المركب ده مثلا فيه مجموعه دبل بوند هنا ليه، طب المجموعه الدبل بوند دي هدفها ايه، او ايه لازمتها. دي الفكره اللي انا عايزك تطلع منها بدراستك للكيميكال استراكشر، مش ان انا اقعد احفظه على ورق. ليه؟ لان انت كده كده هتنساه، يعني انت هتنسى الشكل الكيميائي كده كده، يعني بعد سنه بعد سنتين هتنساه. وفي اشكال كيميائيه معقده، وكل يوم اصلا في ادويه جديده بتطلع، فاللي هو الموضوع صعب. فاطمنوا من النقطه دي، مفيش زي الكيمياء الحيويه كده، مفيش شكل كيميائي خالص هيجي في الامتحان. هيبقى الاسئله زي ما احنا شايفين كده بسيطه وتتحل بسهوله. يعني لو حد عنده اي سؤال يتفضل عشان نبتدي بقى ايه نسأل. طبعا التفاعل على الاسئله عليه درجات، والحضور زي ما انتم عارفين عليه ايه، عليه درجات. حد عنده اي سؤال؟ العفو يا أستاذ علي، ربنا يوفقكم يا رب. طيب طبعا جاوبه جماعي، مفيش، مش هنسأل كده كل واحد لوحده، هنجاوب إجابة جماعية، كل واحد بقى يقول رأيه في السؤال. طيب أول سؤال: Which type of hybridization involve 1s orbital and 3b orbitals؟ الإجابة هتكون إيه؟ احنا ننتظر كله يجاوب وبعد كده ايه نقول الإجابة. تمام. تمام، الإجابة هتبقى سي، اس بي 3، لأن واحدة من الاس، تمام، ادي واحدة من الاس ماسكة في 3 بي. طيب بعد كده رقم 2: Which type of hybridization involve 1s orbital and 2b orbitals؟ تمام، الإجابة هتبقى b اللي هو s اهو، تمام، و2b من الاوربيتال b. طيب بعد كده: which bond is stronger، السيجما بوند ولا الباي بوند؟ دي بقى حاولوا بقى ايه تخمنوها بقى، هي مش اتشرحت بس خمنوها، مين اقوى؟ كلكم هتختلفوا في الاجابه عشان الاجابه دي مش اتشرحت. طبعا كلكم للأسف جاوبتوا غلط، هي هتبقى السيجما بوند. السيجما هي أقوى ربط، تمام، السيجما هي أقوى من الباي بوند.
شكل بسيط جدا. انتوا عارفين الباي بوند دي مثلا، اللي هي الرابطه دي مثلا، لا تاني رابطه، حلو، سهل جدا يحصل لها هيدروجينيشن، يعني مثلا ايه، تتشال ويتحط هيدروجين. طبعا هناخد انواع التفاعلات الكيميائيه قدام، فممكن يحصل لها هيدروجينيشن زي ما احنا اتكلمنا في البايوكيمستري على الهيدروجينيشن، لما قلنا ان بيكون في الفاتس ممكن يحصل لها هيدروجينيشن تبقى دهون مشبعه، تمام، هي بتكون دهون غير مشبعه وبيحصل لها تشبع، يعني الهيدروجين بيبدا يضاف على الباي بوند، فده لانها رابطه ايه، ضعيفه، فبتتكسر بسهوله يعني. طيب رابع حاجه، رابع سؤال، What is the bond angle in the molecule SB2؟ وبعد كده قال لك البوند انجل في اس بي، وبعد كده انا عايزك تقول لي البوند انجل اللي موجوده في اس بي 3. يعني ثلاث اسئله هم. اول حاجه هنبتدي بالاس بي 2، البوند انجل بيكون كام درجه؟ وعايزك تقول لي شكله بيكون عامل ازاي كمان، يعني قول لي البوند وقول لي بيكون شكله عامل ازاي. الشكل انتوا نسيتوا الشكل ولا ايه؟ يعني ايه هو الاس بي 2؟ قلنا البوند الشكل بيكون عامل ازاي؟ بيكون الاس بي 2 120 درجه، بيكون الشكل كده، قلنا زي الايه، زي المروحه، افتكر الاس بي 2 بالمروحه شكله ايه، بلانر، تمام. طيب تعالى بعد كده على البوند انجل بتاعت الاس بي، هتبقى ايه بقى؟ البوند انجل بتاعت الاس بي البوند انجل مع الشكل بتاعها، شكلها بيكون عامل ازاي؟ يعني اس بي بيكون بوند انجل ايه والشكل بتاعها بيكون عامل ازاي؟ تمام مظبوط، يبقى البوند انجل بتكون 180 وبكون لينير، تمام. طيب حد يديني مثال على اس بي ومثال على الاس بي 2. مثال على الاس بي ومثال على الاس بي 2 ومثال على الاس بي 3، هزودها لكم اهي، مثال على الاس بي 3 كمان. تمام، الاس بي اشهر مثال ليها الاستيلين اللي هو بيكون ايه، تريبل بوند. طيب الاس بي المثال بتاعها ايه، شيلوا رابطه، يعني كل ما اقول اس بي 2 يعني شيل رابطه على طول، كل ما تزود بي، تمام. احنا جاوبناها في المحاضرة، اس بي 2 ايه المثال اللي عليه، مثال اللي عليها الالكاين، تمام، اللي هو ايه، اللي هو عنده دبل بوند. طيب الاس بي 3 بقى هيكون مثال عليها ايه، خمنوها بقى، لو قلنا الاس بي 3 ايه المثال اللي عليها، بالظبط، ما شاء الله.
إجابة مظبوطة. الميثان. الميثان ده عبارة عن اس بي 3، لأن عنده سنجل بوند، لأن عنده سيجما إيه؟ سيجما بوند. تمام؟ طيب شكل الاس بي 3 هايبريدزيشن بيكون عامل إزاي؟ وتقولوا لي الزاوية بتاعته، يعني أنا عايز الشكل بتاعه وعايز الأنجل بتاعته. يا جماعة هو الموضوع صعب ولا إيه؟ تمام، برافو. إجابة سي اللي هو تترا هيدرال. طيب الأنجل بقى بتاعته، الزاوية بتاعته هتبقى كام؟ 109. تمام، اللي هي دي 109 وإيه؟ 109 ونص. تمام. طبعا انا عايز اقول لكم، يعني انتم ما شاء الله عليكم، الميزه اللي انتم بتاخدوها في المحاضره ميزه حلوه لسبب. اولا المحاضره دي اهم الاسئله اللي فيها اتشرحت، فانت كده سمعت المحاضره، تمام، فهمتها، كمان حليت عليها. غير الحاجات دي هي اللي بتيجي في الامتحان، لو لاحظت في البايوكيمستري في حاجات من اللي حليناها كانت بتيجي في الامتحان. فانت بتذاكر وبتسمع المحاضره في نفس الوقت، فالتفاعل كويس. وطبعا ما شاء الله اعتقد رفا وعائشه مقفلين البايوكيمستري، او على ما اعتقد يعني، صح ولا ايه؟ تمام، ما شاء الله. ان شاء الله باذن الله تقفلوا برضو الماده دي طول ما انتوا كده، يعني ان شاء الله الحضور بتاعكم ما شاء الله ممتاز، انتوا بتحضروا، التفاعل على الاسئله كويس، واعتقد برضو انتوا بتذاكروا يعني، ولا بتكتفوا بمذاكره بقرايه الاسئله كده وخلاص؟ تمام، أهم حاجة الفهم في المادة، يعني المادة محتاجة تتفهم مش أكتر، لأن الموضوع سهل، مش مفهوش حفظ خالص، حتى أنتوا ممكن تلخصوا المحاضرة. طيب في حد بقى عنده أي سؤال؟ عشان كده إن شاء الله المحاضرة بتاعتنا خلصت. لو حد عنده أي سؤال يتفضل قبل ما نقفل إن شاء الله. حد عنده أي سؤال؟ عائشة، رفا، عندكم سؤال؟ أنا إن شاء الله هنزل لكم الداتا، هنزلها لكم دلوقتي، يعني عشان إيه الحاجات اللي أنا زودتها دي، هنزل لكم الداتا دلوقتي. هو الفكرة إن كل محاضرة هقعد أعمل تحديث على الحاجات اللي موجودة. فكل محاضرة هنزل لكم الداتا اللي هي بتبقى إيه؟ الابديتد بتاعتها. خلاص تمام، ان شاء الله كده نقفل المحاضرة، اشوفكم بكرة ان شاء الله. وبالتوفيق يا جماعة ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.